للمزيد من النقاش مشاهدينا ينضم إلينا هاتفيا الآن الأستاذ أحمد يعقوب وهو الكاتب الصحفي. أستاذ أحمد أهلا وسهلا بحضرتك في البداية. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة آية وأهلا بالسادة مشاهدي إكسترا نيوز. إذا تحدثنا عن التطوير الشامل لسياسات الحكومة الجديدة وأولويات المرحلة خاصة ما يحتاجه الشارع المصري، كيف سيتحقق ذلك؟ الحقيقة في البداية لو نعمل إضاءات على أهم ما جاء في يعني أول اجتماع للحكومة المصرية الجديدة أمس وكمان التوجهات المستقبلية الخاصة بإنجاز الأعمال سواء على مستوى المواطن أو على مستوى العمل الحكومي، هنشوف أنا في تقديري أن مستقبل مصر الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة يختصر في كلمتين هما الإنتاج والتصدير، وفي إطار الإنتاج والتصدير بتأتي كل المناقشات الخاصة سواء باستمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي سواء بزيادة الإنتاجية من السلع والخدمات في القطاعات ذات الأولوية مثل الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة والطاقة الجديدة والمتجددة، زيادة الصادرات المصرية تدريجيا عبر تسهيلات وحوافز تقدم لكل الصناع والمزارعين خلال المرحلة المقبلة في إطار دعم الصادرات لهدف 145 مليار دولار تدريجيا خلال المرحلة المقبلة. الحقيقة لو شوف نقطتين مهمين أستاذة آية الفترة المقبلة وبدأت في مناقشات الحكومة أمس هو سياسة المكاشفة والمصارحة والشفافية الخاصة بطرح المشكلات، وشفنا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة لإيجاد حل جذري لمشكلة العملة والدولار لعدم تكرار هذه الأزمة مستقبلا. النقطة الثانية المهمة إيجاد الحلول الجذرية للمشكلات والتحديات اللي بتواجه الوطن، ودي برضو دعم لكل القطاعات المنتجة وبالتالي جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. تشجيع القطاع الخاص هو الأولوية خلال المرحلة المقبلة، كمان العمل المؤسسي للدولة المصرية، احترام الحكومة السابقة بكل أفرادها، الاستفادة من الخبرات والكفاءات الوطنية بكل القطاعات هو هدف مهم للحكومة الجديدة، بالإضافة إلى كمان البناء على ما تحقق من الحكومة السابقة كل واحد في ملفه، وده تقدير مهم جدا وملمح مهم جدا في العمل المؤسسي للدولة المصرية. بشوف كمان نقطة في غاية الأهمية، ضرورة العمل على إيجاد ووضع منظومة معلومات وقواعد بيانات إلكترونية حديثة ومتطورة ومتكاملة في كل قطاعات العمل الحكومي. يعني إيه ببساطة شديدة؟ يعني دلوقتي لما مشروع حياة كريمة، مشروعات خاصة بتكامل قواعد البيانات الخاصة بالدولة المصرية وإنشاء الستيت داتا سنتر أو مركز بيانات الدولة الموحد، ده بيساعد على تقديم الخدمات بشكل أفضل للمواطن المصري. ليه؟ لأنه بيكون في قاعدة معلومات وبيانات محدثة حوالين إيه هي احتياجات المواطنين في 27 محافظة، احتياجات المواطنين في قطاعات زي التموين زي الزراعة زي الصناعة، وبالتالي استهداف أفضل ل يعني أولويات العمل الحكومي خلال المرحلة المقبلة، وبالتالي العمل على تشجيع قطاعات مهمة وغيرها من القطاعات ذات الأولوية. المرحلة المقبلة تتطلب أولا النزول للشارع المصري بشكل مكثف، تاني حاجة تشجيع ودعم الاستثمارات والقطاع الخاص للهدف اللي احنا بنتكلم عنه وهو زيادة الإنتاج والتصدير. اتصالا بما تتحدث فيه أستاذ أحمد، إذا أردنا التركيز على ملف التنمية الصناعية وكذلك التنمية البشرية وتعيين نواب لرئيس الوزراء لتحقيق كل هذه الأهداف الاستراتيجية على المدى القريب وعلى المدى البعيد أيضا، فكرة التركيز على الصحة والتعليم والتركيز على التنمية الصناعية في هذه الفترة لما لها من فوائد عديدة من زيادة استثمارات وكذلك بعض الأهداف الأخرى، إلى أي مدى ستساهم بشكل أو بآخر في هذا النتائج المنتظرة على المدى القريب أولا، ثم بعد ذلك على تحقيق الاستراتيجية بعيدة المنال في التنمية المستدامة بالنسبة لتنمية الإنسان وكذلك أيضا التنمية الصناعية في مصر؟ هو الحقيقة أستاذة آية إحنا بنشوف منصبين مستحدثين مهمين، وهو منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية
البشريه ونائب رئيس الوزراء لشؤون التنميه الصناعيه. ده هدفين مهمين جدا، لان بناء الانسان المصري هو اولويه المرحله المقبله بالنسبه للسلوجان او شعار الجمهوريه الجديده، وبالتالي اهتمام بقطاعات الصحه والتعليم، التضامن الاجتماعي، الثقافه، الرياضه، دي كلها قطاعات ذات الاولويه في اطار استراتيجيه بناء الانسان المصري وتحسين الخدمات المقدمه ليه في هذه القطاعات. الهدف الثاني المهم وهو التنميه الصناعيه، والحقيقه النقله الكبيره في الاقتصاد المصري خلال المرحله المقبله هتكون في قطاع الصناعه، وانا اتوقع ان العمل الميداني هيكون شعار المرحله الجديده من الحكومه الجديده في العمل المستقبلي. ليه العمل الميداني؟ لان انا مسؤول، بتنزل تشوف كل التحديات على ارض الواقع، بتشوف المواطن عايز ايه، بتشوف الحلول الممكنه. احنا بنشوف كمان توجهات الخاصه برئاسه الوزراء ان هيكون في اجتماع اسبوعي ومؤتمر صحفي اسبوعي مع الاعلاميين والمفكرين والصحفيين، ويبقى يكون في اسئله واجوبه بتتناول كل ما يدور في الشارع المصري من اسئله وتحديات ومشكلات، والعمل على حلها بشكل سريع. ده توجه غايه في الاهميه ويمثل نقطه تحول في اليه تعامل الحكومه مع المواطن. احنا لما بنشوف قطاع التنميه البشريه وراس المال البشري والهيومن كابيتال هو شعار الجمهوريه الجديده، ده مش مجرد حاجه احنا بنتكلم عنها وخلاص، لا، هنشوف ممارسات على في الميدان وفي نزول المحافظين ونوابهم والوزراء ونوابهم في قطاعات العمل الوطني، سواء لاحداث تنميه في كل القطاعات او كل المحافظات بشكل متوازن وبشكل متوازي. الحاجة الثانية المهمة رفع كفاءة سواء المدارس، إنشاء مدارس جديدة، مصر في احتياج خلال المرحلة المقبلة إنشاء عدد من الفصول الدراسية بشكل أكتر، وإنشاء جامعات بشكل أكتر، تعليم التكنولوجي بشكل عام صحيح، وتطوير كمان منظومة التأمين الصحي الشامل إن هي تستهدف كل المواطنين، بالإضافة إن كمان إنشاء أندية رياضية ومراكز الشباب بشكل مكثف كمان في التكامل مع مبادرة حياة كريمة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والقطاعات العمل الحكومي التي تشملها المبادرة. كمان الحاجة المهمة خلال المرحلة المقبلة التوسع في إنشاء الاندستريال باركس أو المناطق الصناعية. وأنا عايز أقف عند النقطة دي تحديدا، تكامل قطاع النقل مع قطاع الصناعة ده مهم للمرحلة المقبلة، لأن الفترة اللي فاتت لما مصر يبقى الرانكينج بتاعها أو التصنيف بتاعها رقم 18 على مستوى العالم، وبالفعل قفزت 100 مركز خلال العشر سنوات الماضية في ملف جودة الطرق وتطوير الموانئ، ده هدف مهم، وبالتالي بيتكامل هدف تطوير الطرق وشبكة النقل السريع ووسائل الانتقال الحديث مع الموانئ المصرية مع قطاع الصناعة بإنشاء مدن صناعية متخصصة في عواصم المحافظات والمدن الجديدة التي تم إنشائها اللي هي كل الظهير الصحراوي للمحافظات. التكامل بينها وما بين موانئ التصدير ده مهم جدا في إطار دعم قطاع التصدير المصري، بالإضافة إلى أن كمان سرعة انتقال الخضروات والفاكهة. يعني مثلا أنا بتصور أن في 600 ألف فدان هينتجوا في مشروع توشكا بنهاية 2025، لما بيتم انتقال الخضروات والفاكهة والإنتاج من أسوان لحد مين اسكندرية والدخيلة اللي بيتم عن طريقهم 65% من حجم التجارة الخارجية لمصر خمس ساعات، ده هدف مهم جدا، وتكامل ما بين شبكة الطرق والنقل الحديث وما بين هدف التصدير. ده مشهد مهم أستاذة آية في النقطة الخاصة دعم البنية الأساسية للدولة وربطها بقطاع الصناعة والزراعة. كمان هدف مهم للغاية وهو كيفية الوصول بهدف حل جذري لمشكلة الدولار، إن هو ما تتكررش تاني عن طريق دعم القطاعات الإنتاجية أو دعم القطاعات اللي لها علاقة بموارد النقد الأجنبي. ببساطة شديدة عشان السادة المشاهدين، قطاع التصدير ده من الموارد المهمة للنقد الأجنبي ورفعه ل 145 مليار دولار، ده هدف مهم. قطاع السياحة
ومضاعفة عدد السياح من 15 مليون زائر وسائح زار مصر للعام الماضي إلى 30 مليون سائح، ده هيزود إيرادات العملة الصعبة ل 30 مليار دولار سنويا، بالإضافة إلى قطاع جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وده كان في تركيز في كلمة رئيس الوزراء أمس، والوصول بمستوى أو معدلات جذب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أو الفورين دايركت انفستمنت إلى 15 مليار دولار سنويا، ده هدف مهم، ده ثالث مورد من موارد النقد الأجنبي. تعظيم الاستفادة من أهم شريان ملاحي عالمي وهو قناة السويس، والوصول بإيراداتها من 10 مليار دولار 10 مليارات دولار العام الماضي تدريجيا إلى 20 مليار دولار خلال سنوات قليلة، ده رابع مصدر من مصادر العملة الصعبة. المصدر الخامس والأخير واللي بيحتل أولوية كمان مهمة أمام الحكومة الجديدة هو تحويلات المصريين العاملين بالخارج. 10 مليون مصري بيعملوا في كل دول العالم وبيحولوا تحويلات مسؤولة ل يعني طبعا أهليهم هنا في مصر، ده إجماليها في سنة من السنوات وصل 32 مليار دولار، الوصول بها إلى 53 مليار دولار ده هدف مهم خلال المرحلة المقبلة، وبالتالي إجمالي مصادر العملة الصعبة السنوية لمصر ورفعها من 100 مليار دولار كمتوسط خلال السنوات الماضية إلى رقم 300 مليار دولار خلال الست السنوات المقبلة، ده هدف غاية في الأهمية خلال المرحلة المقبلة في أولويات العمل الوطني وأجندة صحيح. الدولة المصرية. وننتظر على أرض الواقع تطبيق كل هذه الأهداف وتحقيقها حتى يشعر المواطن المصري بالتغيير الذي تم في الحكومة. الأستاذ أحمد يعقوب الكاتب الصحفي، شكرا جزيلا لحضرتك.